قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على السيدات وخاصة المعيلات بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية. يأتي هذا انطلاقا من دور الوزارة المجتمعي وفي إطار مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، وتزامنا مع الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. انطلاقا من دعم وزارة الداخلية المستمر للمرأة التي تتحمل المسؤولية وتبعات البناء والتنمية وترسخ لقيم المجتمع، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، مشاركة منها في احتفالات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة، وتهدف إلى توزيع مساعدات على السيدات وبخاصة السيدات المعيلات على مستوى كافة المحافظات. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. احنا ايدنا واحدة على الغريب. يا ربنا ينصركم يا رب. يا رب يخلي الرايش وينصركم. وكلنا مؤمنين بحبها نفسي. لسنا متقابلين وانتم فاكريننا على طول. بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها دي كانت زمان. يا رب يخلي وزارة الداخلية وحبايبنا واللي مش مخلينا عايزين حاجة يسرها معاهم دنيا وآخر. وعيشي حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزنا. لو خدت تاخدي مني ربنا يعودها عليكم بخير ويفادوكم من كل شيء. يا مصر استقبلت السيدات بمختلف المحافظات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير، فهي مأموريات تأتي إليهم محملة بالخير والدعم والمساندة في إطار سعي الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي والإنساني والتواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة المرأة. أنا من النهاردة فخورة بدخلة الضبط علي والشباب الحلوة اللي جابها لي الهدية دي، يا رب يوفقهم ويوفق بلدنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤوليه وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغير. ربنا يخليكم لينا وانتوا حاميننا وحاميين مصر وحاميين شباب مصر، وربنا يخليكم لينا وما نشوفش فيكم حاجه وحشه يا رب. مبادره كلنا واحد دايما تستمر كده، وبكتر خيرهم ان هم بيجوا لنا في كل مكان وفي شغلنا. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مره حسيت بخوف وقد الظروف مفيش اي قوه تهزنا. لو حتى تاخدي مني دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا اغلى من مصر عندنا شهيدين. ربنا يخلينا وزاره الداخليه، واحنا طبعا حاسين بالامان طول ما الضباط موجودين حوالينا وطول ما هم موجودين احنا في خير وفي امان. انا جنبك تملي ومنك قريب. احب اقول لوزاره الداخليه ربنا يخليها ويبارك فيهم وكل سنه وهم طيبين. بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فاكرها دي كانت زمان وبلدي التاريخ من بعدها. اشكر وزاره الداخليه على اللي هي عاملاه معانا ودايما فاكرانا مش ناسينا باي حاجه، وشيء حاجه كويسه اللي هم بيجوا وبيشرفونا ودايما معانا ان شاء الله. يعني يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغير. شكرا لوزارة الداخلية، كفاية المجهود الكبير اللي هي بتعمله
ناحية السيدات المايلات. لما بنشوف الضباط في الشارع طبعاً بنحس كلنا بالأمان وبنحس إن مصر في ظهرنا. المبادرة كلنا واحد مش سايبانا في أي مكان، بنلاقيها وبناخد منها كراتين وبناخد كل حاجة منها. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها، وكل جيل بيجي بعد منه. إشادة كبيرة من جموع السيدات بمبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، بخاصة السيدات المعيلات، وبما تقدمه من مساعدات عينية متنوعة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم. البنات دي ظهرها ما بينحنيش، احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين. تحيا مصر دايما، تحيا مصر دايما. انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عيني. كل سنه وانتم طيبين، ما تحرمش منكم، ربنا يخليكم، ما تحرمش منكم ابدا. مشاركات وزاره الداخليه المراه لاحتفال بحمله 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه تؤكد ان الوزاره تسعى دائما الى دعمها ومد يد العون لها، ليس في المناسبات فقط وانما على امتداد العام. فالمرأة جزء رئيسي من المجتمع، بل هي عماد هذا المجتمع. بشكر مبادرة كلنا واحد على كل حاجة بتعملها، وزارة الداخلية على كل حاجة بتعملها معانا. مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، شباب مصر، ويعفي عنكم وفيكم شر المرض. في كل جيل بطل تمام شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كانت زمان. تحيا مصر، 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 ينصركم ربنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرات إنسانية متنوعة تطلقها وزارة الداخلية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، ومنها مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل السيدات وبخاصة السيدات المعيلات. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.